نورما، أهلا وسهلا فيكم بحصة اللغة العربية. بحصتنا لليوم رح نعمل مراجعة لحرف الزاي أو الزين، منشوفه كيف بيكون منفصل ومتصل، ومنعمل تماريننا التطبيقية سوا على اللوح. بس قبل عنا أغنية الأبجدية، شوفوها واحفظوها لأنه كتير مهمة. زي زين، في ناس بيقولوا لزاي، في ناس بيقولوا لزين. اسمها زين ولفظها ز، اسمها زي ولفظها ز ز ز. تنسوا اسمها زين ولفظها ز، وهذه زين منفصلة منفصلة، يعني ما بتمسك، لأنه هيدي الزاي هي المتصلة. شوف الفرق، زين المنفصلة والزين المتصلة. اسمها زين ولفظها ز، زين المنفصلة والزين المتصلة. والزين المتصلة عندها ايد صغيرة، شفتوها وين؟ عندها ايد صغيرة، ما بتمسك من هالميل، بس بتمسك من هالميل، ما بتمسك من هالميل، وما بدها حدا يمسكها من هالميل، ولا مرة منشوفها ماسكة من هالميل. مشان هيك هيدي الزاي تمسك بس من هالميل. ز ز، جربوا لقوا كلمات فيها صوت الز. ز زيز، ز زر، في كتير كلمات تبدأ بحرف الزين. جربوا فكروا انتو بينكم وبين حالكم تلاقوا كلمات فيها صوت الزين. تتذكروا المحفوظة؟ بدكم نغنيها سوا؟ اسمها زي ولفظها ز، والمحفوظة بتقول هذه الزاي تزيت بعلامة. شو علامتها؟ هي نقطة، نقطة حطت عليها مثل شامة، هي زر لا يزول فوق حرف سابق، هي زيز في الحقول. رح ارجع عيدها مرة تانية، اسمعوها وجربوا تذكروها. هذه الزاي تزيت بعلامة، نقطة حطت عليها مثل شامة، هي زر لا يزول فوق حرف سابق، هي زيز في الحقول. وهلأ حضروا القلم والدفتر، لأنه صار الوقت إنه نراجع سوا على اللوح، نعرف كيف نكتبها منفصلة ومتصلة مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. ها
هذه الزاي تزيت بعلامة، نقطة حطت عليها مثل شامة، هي زر لا يزول فوق حرف سابق، هي زيز في الحقول. هلأ قبل ما نكتب الزاي على اللوح، خلونا نعمل مراجعة سريعة للأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. ليه عم بقول أصوات طويلة؟ لأنه بس نقوله للأحرف بدنا نشد عليهم، بدنا نطول أو إي، بينما الأصوات القصيرة بدنا نقصر صوتنا أو إي. أول شيء منبلش بالألف، اسمها الألف وصوتها آ. عدوها، اسمها الألف وصوتها آ. اسمها الفتحة وصوتها أ. اسمها الفتحة وصوتها أ. اسمها الواو وصوتها أو. اسمها الواو وصوتها أو. اسمها ضمي وصوتها أو. اسمها ضمي وصوتها أو. اسمها الياء وصوتها إي. اسمها الياء وصوتها إي. اسمها كسرة ولفظها إي. وهلأ مع بعض رح نكتب الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة على اللوح، ومنرجع نكتب صوت الزين، منرجع نكتب حرف الزين منفصل ومتصل. آ أ أو أو إي إي. فإذا الأصوات الطويلة بيكونوا قاعدين على سطر، أما الأصوات القصيرة الفتحة والضمة بيكونوا طايرين، أما الكسرة بتكون عم تسبح تحت الأحرف. هلأ زي، اسمها زين ولفظها ز ز، كيف نكتبها؟ خط منحني على السطر ولكن عنده نقطة، إذا ما حطينا له نقطة شو بصير صوته؟ بصير راء، مشان هيك لازم على طول ننتبه نحط لها نقطة تتصير ز، تيصير صوتها ز، لأنه إذا ما حطينا لها النقطة بتصير مثل الراء رر، يتغير صوتها رر. فإذا هذه الزين فالتة منفصلة، ما بتمسك حدا لا من هالميل ولا من هالميل. أما الزين الماسكة، فإذا منعلي فوق السطر نعمل لها إيد صغيرة ونرجع ومنعمل الزي، مش صعبة، هين كتير. تذكروا الزي خط منحني مثل خط مثل الراء، فيكن تعملوا تتمرنوا بالبيت كيف بتعملوا الدائرة وبتجربوا تنزلوا خط منحني على السطر. الزي اسمها الزي ولفظها زه، منفصل ومتصل، منفصل ومتصل، هيدا أشكالها منفصلة ومتصلة. رح أرجع أكتبها، منفصلة مع النقطة ما تنسوها، ومتصلة مع النقطة كمان ما تنسوها. أما الزين مع الأصوات الطويلة والقصيرة كيف بنقريها؟ رح نكتبها هون، المنفصلة فينا نشوفها مع الفتحة أو مع الضمة أو مع الكسرة، وفينا نشوف مع الألف والواو والياء. هلأ رح نكتبها مع الألف، ذا زو زي. كمان المنتصلة فينا نشوف فوقها ضمة أو الفتحة، وفينا نشوف تحتها الكسرة، بس هلأ أنا رح أكتبها مع الفتحة مع الضمة ومع الكسرة، زا زو زي، زا زو زي. نرجع نعيدها، زا زو زي، زا زو زي، زا زو زي. فإذا اسمها الزين ولفظها ز، أو اسمها الزاي
ولفظها ز، وشفنيها منفصلة ومتصلة، وقلنا إنه الزين تمسك من جهة واحدة ما بتمسك من جهتين، يعني ما عندها إيدتين، عندها إيد واحدة بتمسك من جهة واحدة، الجهة التانية ولا مرة بتمسك فيها، ما بتحب أبداً يمسكها من الجهة التانية. وإزاي؟ منفصلة أو متصلة؟ منشوفها مع الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة. وما تنسوا وقت لما نقول أصوات طويلة لأنه بدنا نشد عليهم آ أو إي، أما الأصوات القصيرة ما نقصر صوتنا آ أو إي. هيدا كان أول شي عملناه بحصتنا لليوم. هلا بدنا نبلش بأول تمرين. جاهزين؟ يلا سوا حضروا حالكم. أول تمرين مع بعض هي العلب، في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة. رح فرجيكم صورة مثل العادة، أنتوا بدكم تقولوا الصورة على صوت عالي، كلمتها يعني بدكم تلفظوها على العالي وتسمعوا حالكم كتير منيح. تعرفوا ليه؟ تتقدروا تميزوا الصوت، يا هل ترى هو في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة في نهايتها. أول صورة مع بعض رح نشوفها هي زنار. زنار، أحسنتم، عيدوا للكلمة، خدوا وقتكم، عيدوا الكلمة واسمعوا حالكم. وين عم نقول الز؟ ببداية الكلمة عم بقولها أول شيء أو عم بلفظها آخر شيء؟ ز، زنار، أحسنتم، في بداية الكلمة، فإذا بدي حطها بهيدي العلبة. الكلمة الثانية، جاهزين؟ كرز، كتير طيب، كرز، اسمعوا حالكم منيح، اسمعوا، كرز، كرز. أين الزين؟ في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة؟ كرز، ممتاز، في آخر الكلمة، بحطها بهاي العلبة. كلمة أخرى، زهرة، زهرة، خدوا وقتكم وركزوا كتير منيح واسمعوا حالكم. زهرة، أنا عم بلفظ الزين بس وأيمتى؟ أول شيء أو آخر شيء؟ في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة؟ زهرة، زهرة، أحسنتم، في بداية الكلمة، ممتاز، رح حطها بهي العلبة. وهلأ آخر كلمة طلعوا فيها منيح، شو في بقلب الصحن؟ مزبوط، رز، 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 في آخر الكلمة، كتير منيح، كتير شاطرين. انتو بالبيت جربوا تمرنوا على الكلمات، قولوا كلمات بتخطر على بالكم فيها صوت الزين وجربوا عرفوا وين موجود الزين. يا هل ترى في بداية الكلمة أو في آخر الكلمة؟ أنا هاي بدي حطها طبعاً بهيدي الميلة، وبشوفكم بعد شوي. كرز، كرز، زنار، زنار، رز، رز، زهرة، زهرة. وهلأ أضع مكان النقط ز، زو، زي، هل هي منفصلة أو متصلة؟ خلينا نشوف. ز متصلة، زو، ز، وز، ما في إلا حركة لا فوق ولا تحت. ز، نرجع منعيدهم، ز، زو، ز، وز. صورنا هني زهور، زهور، لوزة، لوزة، مزمار، يعمل موسيقى، مزمار، وعنزة، عنزة. فإذا زهور، لوزة، مزمار، عنزة. أول صورة زهور، أي زين بدي حط؟ أول شيء يا هل ترى بدي حطها منفصلة أو متصلة؟ طلعوا كتير على اللوح وانتبهوا كتير منيح. نحن قلنا المنفصلة وقت اللي بيكون في حرف قبلها تتمسكوا، بينما هون موجود في أول الكلمة، يعني ما بدنا نحطه متصل، بدنا نحطه منفصل. شغلة تانية ما ننتبه لها،
أول شيء عرفنا أنه بنحط الزين منفصلة، يعني نكتب الزين منفصلة. شو الصوت اللي عم بسمعه؟ أ أو 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 إي؟ زهور، زهور أو زهور؟ انتبهوا كتير منيح، زي ز أو زو؟ طبعا زو، زهور، زهور. فإذا منحط لها ضمي، زهور، زهور، زهور. الكلمة الثانية أو الصورة الثانية هي لوز، لوزة، 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 لوزة. هلا انتوا قولوا لي أي زين بدي أحط؟ منحطها على الزين متصلة أو الزين منفصلة؟ اطلعوا منيح وانتبهوا كتير منيح. لوزة، أنا شو معقول أحط هون؟ أي زين؟ يا هل ترى بدي أحط المتصلة؟ كيف بدي أحط المتصلة؟ الواو بتمسك شيء؟ الواو من هالميل ما بتمسك أبدا، فإذا الزين بدها تكون منفصلة، يعني بدي أكتب الزين منفصلة. حطينا زين المنفصلة. لوزة، لوزة، لوزة. شو عم نسمع؟ صوت يلي عم بقوله مع زين، لوزة، لوزة. أحسنتم الفتحة، فإذا بدي أحط الزين المنفصلة مع الفتحة فوقها، طايرة فوقها. الفتحة ما بتدقر بالزين، على طول بتطير فوق الأحرف، بتطير فوق الزين. هي خط منحني، خط صغير، ما تعملوه كتير كبير، عملوه صغير، خط صغير. لو ز، لو ز، زهور، لوزة، زهور، لوزة. صورة التالية مزمار، مزمار، مزمار. أين سأضع الزين؟ هون محل النقط، مزبوط. أي زي بدي حطها؟ المنفصلة أو متصلة؟ أحسنتم المتصلة، أنه الميم هون شكلها ماسك متصل. أحسنتم، مزمار، بدنا نحط الزين المتصلة. مزمار، مزمار. وآخر صورة عنزة، عنزة. كيف الزين؟ متصلة كمان. ليه؟ لأنه نون متصلة، بدنا نكتب الزين متصلة. عن، عنزة. بس في شي ناقص، اسمعوا منيح، عنزة، عنزة. شو عم نسمع؟ الأ، صوت الأ، عنزة. فإذا أنا شو بدي أحط فوق الزين؟ بدي أحط الفتحة، ما تنسوها الفتحة. فإذا الفتحة هي خط صغير بطير فوق الحرف، صوتها أ، والضمة أو، كمان بطير فوق الحرف، ما بيكونوا على الحرف، ما بدنا نكتبهم على الحرف، بدنا نعلي نتفي ونكتبهم، وهن صغار، حركات صغيرة، ما تنسوا هيدا الشيء. اكتبون، عجلوا، لأنه أنا أكيدة إنه أنتم بالبيت لحالكم رح ترجعوا تتمرنوا عليهم. كمان تمرينا بيقول أضع مكان النقط زا، زو أو زي. ورايي في صور، ثلاث صور. صبي اسمه غازي، 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 احفظوها. بزور، بزور، بزور. زارع، زارع، زارع. إذن شو ما نحط؟ يا زي، يا زا أو زو. انتبهوا، نحن عنا هون زين منفصلة، بس انتو لازم تعرفوا تحطوا محله إذا كانت منفصلة أو متصلة. ركزوا كتير منيح. أول صورة، غازي، غازي، غازي. شو عم نسمع آخر شيء؟ إي، يعني الزين مع الياء، زي. بدنا نحط الزي، وأكيد شو ما نعمل؟ ما نحطها منفصلة، لأنه الألف
ما بتمسك الراء. غ ز غ ز. الصورة الثانية، بزور بزور. أول شي لازم تطلعوا كتير منيح وتقولوا لي الباء هل هي منفصلة أو متصلة؟ طبعاً متصلة، يعني الزين شو بدها تكون؟ بدها تكون متصلة تيمسكوا بعضن، الباء والزين يمسكوا بعضن، مزبوط؟ كتير منيح. فإذاً بزور. شو عم بسمع؟ شو الصوت الطويل اللي عم بسمعه وقت كمان معقول زور بزور؟ الواو، أحسنتم. فإذاً بو زور، حطينا زي مع الواو بو زور، والزي حطيناها متصلة ماسكة بالباء بو زور بو زور. يلا عشلوا اكتبون، لأنه أنا بدي إياكم ترجعوا تتمرنوا عليهم بعدين لحالكم ستصيروا تعرفوا تكتبون بسرعة وتقرون كمان بسرعة. وآخر صورة، زارع زارع زارع. فإذا أي زين؟ متصلة أو منفصلة؟ طبعا المنفصلة. ليه؟ لأنه ما في غيرها قبل، هي أول وحدة. زارع، شو الصوت الثاني اللي عم نسمعه معه؟ الآ. زارع زارع. فإذا منحط الزين المنفصلة مع الألف، زارع 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 زارع. زي زا زو، زي زا زو. انتبهوا ايمتى منحط الزين منفصلة وايمتى منحطها متصلة، وايمتى منحطها مع الأصوات الطويلة وايمتى منحطها مع الأصوات القصيرة. وهلأ حان الوقت انه تكتبوا انتو. يلا جهزوا حالكم، حضرتوا القلم والورقة؟ جاهزين تأنتوا تكتبوا؟ يلا وراي في ثلاث صور، اليوم رح نكتب ثلاث كلمات. جاهزين؟ أول صورة، كرز كرز كرز. ثاني صورة، جزر جزر جزر. وثالث صورة، زر زر زر. نرجع لأول صورة، قولوها على صوت عالي، علوا صوتكم وما تستحوا. الكلمة مؤلفة من أصوات من أحرف، وكل صوت مميز عن التاني. صرتوا تعرفوا تكتبوا، ما تستحوا وما تخافوا. قولوا الكلمة وركزوا قدامكم واعطوني أول صوت وتاني صوت تالت صوت أو رابع صوت. الكلمة مؤلفة من أحرف. يلا، كرز كرز. شو أول صوت؟ كرز، صوت الكاف، حرف الكاف، ممتاز. شو الصوت الثاني؟ كرز كرز. اسمعوا منيح، كرز. تعودوا اسمعوا الأصوات اللي عم تلفظون. الكلمة مثل ما سبق وقلت مؤلفة من أحرف، ما تستعجلوا وخدوا وقتكم وما تخافوا وما تستحوا. ما في شيء بيدعي لأنه نستحي، عم نتعلم. عامهلكم، روقوا وركزوا واسمعوا حالكم. كرز. شو الصوت الثاني؟ الراء. أحسنتم، الراء. كرز كرز. زين، ممتاز. زين كرز. نحن فينا نقريها هيك؟ طبعا لا، لأنه الكاف ببداية الكلمة ما بيكون شكلها هيك. خلينا نعمل مراجعة للكاف. الكاف المنفصلة، الكاف المتصلة في بداية الكلمة، والكاف متصلة من جهتين في وسط الكلمة، والكاف في آخر الكلمة. فإذا عندنا كاف منفصلة وكاف متصلة، الكاف المنفصلة والكاف المتصلة.
أي كاف من نحط نحن ببداية كلمتنا كرز؟ أكيد الكاف المتصلة في بداية الكلمة. ك ك هي بدها تمسك؟ الراء، أحسنتم، الراء كرز كرز، من نمسك؟ الراء كرز كرز، وآخر صوت؟ زي، أحسنتم. اسمعوا منيح، اسمعوا شو بدي أقول أي كلمة، واسمعوا الأصوات يلي عم ترافق أحرف يلي عنا إياهم. عنا كرز كرز، بينما إحنا كرز كرز. شفتوا الفرق؟ فإذا شو بدها الكاف وشو بدها الراء؟ كرز، لأنه هيك كرز. نحن عم نقول كرز، أحسنتم. الفتحة بدنا نحط على الكاف فتحة، كرز كرز. صار عنا كلمة مؤلفة من ثلاث أحرف، مزبوط، حرف، اثنين، ثلاثة، وفي عنا صوت القصير الفتحة فوق الكاف وفوق الراء، كرز. الصورة الثانية، جزر 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 جزر. شو أول صوت عم نسمعه؟ الجيم، ومنكتب الجيم جزر جزر. شو الصوت الثاني؟ الزين، ممتاز. شو آخر صوت؟ جزر جزر، الراء، أحسنتم، الراء جزر. يا هل ترى مظبوط هيك نحن كاتبينها؟ طبعا لا، لانه الجيم ببدايه الكلمه ما بتكون هيك، بتكون ماسكه. رح نرجع نعمل مراجعه لصوت الجيم، لحرف الجيم. منفصله، جيم منفصله، الجيم ماسكه في بدايه الكلمه، متصله متصله من جهتين، وماسكه متصلة بآخر الكلمة. الجيم منفصلة، متصلة من جهة واحدة، متصلة من جهتين، ومتصلة في آخر الكلمة. وهلأ أي جيم بدنا نحط؟ طبعاً الجيم ماسكة بأول كلمة، الجيم المتصلة ببداية الكلمة، فإذا نكتب الجيم، لأنه هي واقفة أول شيء. اللي بيوقف أول شيء بيكون ماسك من ميلة واحدة. هلأ مين بدها تمسك الجيم؟ طبعاً الزاي، ومثل ما شفنا بحصتنا اليوم إنه الزاي عندها إيد صغيرة، رح نكتبها مع الجيم. وشو آخر حرف؟ شو آخر صوت؟ الراء، جزر جزر. هلأ صارت جزر؟ جزر. ناقصها شيء؟ طبعاً ناقصها الفتحة للجيم، جزر زر جزر. ما تنسوا صرنا نعرف نحط الفتحة والضمة والكسرة، جزر، لأنه بلا الفتحة كانت جزر. نحن جزر عم نكتب جزر. والصورة الأخيرة، زر زر، كتير هينة وكتير بسيطة، وأنا بعرف إنه أنتوا عرفتوا كيف تكتبوها. أول صوت ز ز، ما ننسى النقطة، ور زر، وبلا نقطة. تبهتوا؟ في عنا حرفين بيشبهوا بعضهم كثير، ولكن كل واحد عنده صوت مميز. الراء والزاي، زر زر. شو بدها الزين؟ بدها كسرة، ز زر زر. أحسنتم. فإذا كرز جزر وزر، كرز جزر وزر، ممتاز. أنا كتير مبسوطة منكم، لأنه أنا أكيدة أنه أنتوا صرتوا تعرفوا وتكتبوا كتير منيح وتقروا كتير منيح. بس بدي أطلب منكم على طول على طول، راجعوا الكلمات وراجعوا الأحرف، وضلكن على طول قروا وتمرنوا على الكتابة، ما تنسوا. وهلأ قبل ما ودعكم بدي أقول لكم
عنا أغنية الأبجدية اللي رح تحفظوها كثير منيح، لأنه رح تساعدكم تحفظوا الأحرف الأبجدية. ما تنسوا، وبلاقيكم بالحلقة أو بحصة تانية. إلى اللقاء. اسمي Grace. My name is Grace. I am your English teacher. أنا معلمة اللغة الإنجليزية. What is your name? ما هو اسمك أو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ What is your name? My name is Grace. حطوا اسمكم محل اسمي. ممكن يكون أندري، روي، بيير، فادي. My name is Pierre. My name is Roy. My name is Shadi. حطوا اسمكم محل اسمي. أنا بقول My name is Grace. What is your name? ما هو اسمك أو اسمك؟ تعرفوا أصدقائي، اليوم في سقعة. أحسن شيء السقعة تنتفى اشرب شاي ساخن. شاي ساخن، تعرفوا بالإنجليش شو يعني؟ يعني hot tea. hot tea. تعرفوا انه حرف اليوم موجود بكلمة hot؟ hot hot. بس ما رح قلكن هلأ، قبل تعوا نعمل مراجعة لأيام الأسبوع، days of the week. تتذكرون؟ خلينا نراجعهم مع بعض. عنا Monday. Monday الاثنين. Tuesday. Tuesday الثلاثاء. Wednesday. Wednesday الأربعاء. Thursday. Thursday الخميس. Friday. Friday الجمعة. Saturday. Saturday السبت. وبالآخر عنا Sunday. Sunday الأحد. فإذن Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، Saturday، Sunday. ما تنسون أصدقائي، هلأ خلينا نسمع لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song وأنا برجع لكم. I will be back.
موجود بكلمة hot. hot يعني ساخن مثل الشاي. hot tea شاي ساخن. هذا الشاي بحطه هون بدفي بالبرد ورح ارسم لكم the letter H يلي موجودة ب hot. hot عم تسمعوا؟ شو عم قول بالأول؟ ه hot. رح ارسم the letter H. ومن ال letter H شوفوا شو رح يصير عنا. صار عنا شكل مثل القبعة. hot hot ببلش باللتر H the letter H. بدكم تشوفوا كيف بينكتب؟ تذكروا the letter H and we pronounce it h. حرفنا لليوم the letter H and we pronounce it h. خلينا نكتبه سوا مثل كل اللترز له شكلين capital H و small H. خلينا نتمرن على كتابته. منبلش بأول سطر فوق ومننزل straight line لتحت. بيرجع منقرب شوي وكمان منعمل straight line تاني بوجهه ومنعمل بالنص جسر. فإذا خلينا نرجع نعيد. منبلش point straight line لتحت و straight line بوجهه ومنعمل جسر بالنص the letter H and we pronounce it h. منلفظه h مثل hot hot tea شاي ساخن. ومثل كمان hat قبعة مثل ما رسمنا hat قبعة the letter H. خلينا نكتب بعد مرة the letter H capital. منبلش ببوينت مننزل straight line لتحت. برجع مقابيلة كمان straight line وبالنص نعمل جسر the letter H. بعد مرة منبلش ببوينت straight line لتحت وبوجه كمان straight line ومنعمل جسر بالنص. فإذا capital H and we pronounce it h مثل hot ساخن hat قبعة. كمان ال small H بدنا نكتبها سوا. منبلش من فوق ب point مننزل straight line لتحت ومنرجع منطلع للنص ومنعمل جبل صغير. فإذا بلشنا ب point مننزل straight line لتحت ومنطلع بجبل للنص ومننزل بالشكل التالي small h and we pronounce it h مثل hot ومثل hat قبعة. خلينا نكتبها بعد مرة hot point مننزل straight line لتحت نرجع منطلع للنص ومنعمل جبل صغير straight line جبل صغير the letter H and we pronounce it h h. بعد مرة small h نحط point ننزل straight line لتحت نرجع منطلع للنص ومنعمل جبل صغير the letter H and we pronounce it h مثل hot ساخن مثل hat قبعة. وعنا شكلين capital H and small H. capital H منبلش من فوق مننزل straight line لتحت و straight line بوجه ومنعمل جسر بيناتهم. small H منبلش من فوق نعمل straight line لتحت خط جالس نرجع نطلع للنص ومنعمل جبل صغير. هلأ أصدقائي رح نحط the letter H بثلاث كلمات three words one
تو ثري. تعالوا نشوفهم سوا. أول شيء عنا هات، قبعة رسمناها قبل شوي، فإذا عنا هات. هات قبعة، بشو بتبلش هات؟ اسمعوا منيح، هات بتبلش ب the letter H، نلفظها هات قبعة. تاني كلمة هي هن دجاجة، هن عم تسمعوا اله، هن دجاجة، نحطها هن دجاجة، بتبلش باللتر H ومنلفظه ه مثل هن دجاجة. وبالآخر عنا horse حصان، horse يعني حصان، عم تسمعوا اله بالأول horse حصان. horse حصان، فإذا عنا هات قبعة، هن دجاجة، horse حصان. هات هات، وين عم نسمع اله؟ هات بالأول. تعالوا نعمل سيركل، دائرة على اللتر H يلي منلفظه هات قبعة. ننتقل للكلمة الثانية، هن دجاجة، هن وين عم نسمع اله؟ هن دجاجة بالأول، وين في H؟ هيدي سمول H، نعمل لها سيركل، نعمل لها دائرة، هن دجاجة. بالآخر عنا هورس حصان، هورس حصان، وين عم نسمع اله؟ بالأول هورس حصان. خلينا نعمل دائرة على ال H، هورس حصان. فإذا ما تنسوا أصدقائي the letter H and we pronounce it ه، عنا capital H small H، capital H and we pronounce it ه مثل hat، small H and we pronounce it ه مثل hot ساخن. والكلمات اللي أخذناهم كمان hat قبعة، هات هن دجاجة، هن دجاجة، وه هورس حصان، ه هورس حصان. أصدقائي أنتوا شاطرين، من قبل بلشنا نعمل sentences، تتذكروا شو يعني sentence؟ يعني جملة، جملة صغيرة small sentence. بدكن نعمل sentences ونستخدم هول الكلمات اللي تعلمناهن. قبل ما نعمل السنتنسز بدي اياكم تشوفوا شو جبت معي اليوم. جبت معي كارت جديد وكلمة جديدة. نحن تعلمنا من قبل كتير كلمات، اليوم رح نتعلم سي. تعرفوا شو يعني سي؟ معناتها أرى. I see، أنا أرى، أنا أرى، I see. فإذا عيدوا من ورائي أصدقائي، سي أرى، سي أرى، I see، أنا أرى، you see، أنت أو أنت ترى، ترين، I see. بتكون هلأ نجرب نألف جملة sentence نحن وعم نستخدم كلمتنا الجديدة. تعوا معي بنبلش بهات. نحن أخذنا هات يعني قبعة. بدي أعمل جملة معناتها أنا أرى قبعة، أنا أرى قبعة. شو يعني أنا؟ I، نحط I. شو يعني أرى؟ شو يعني أرى أصحابي؟ C
سي هي كلمتنا الجديدة. سي آي سي أنا أرى. فإذاً آي سي أي هات. أنا أرى قبعة. أنا أرى قبعة. فإذاً سي يعني أرى. ما تنسوا كلمتنا الجديدة هي سي يعني أرى. I see a hat. قبعة. تعالوا نعمل جملة تانية. سنتنس تانية. مع هن دجاجة. خلينا نقول إنه أنت you ترى see a hen. نبلش بـ you. You أنت see ترى a hen. أنت ترى دجاجة. You see a hen. دجاجة. بعد جملة. شو يعني نحن أصدقائي؟ تتذكروا؟ أخذناها من قبل. شو يعني نحن؟ يعني we. We see نحن نرى a horse. شو يعني horse؟ يعني حصان. ما تنسوا. فإذا we نحن see نرى a horse. حصان. We see a horse. نحن نرى حصان. كلمتنا لليوم كانت see. أرى. I see. أنا أرى. You see. أنت ترى. We see. نحن نرى. وأخذنا كمان ثلاث كلمات. Three words. Hat. Hat. قبعة. Hen. Hen. دجاجة. Horse. Horse. حصان. وعملنا جمل فيهم كمان. I see أنا أرى a hat. قبعة. You see أنت ترى a hen. دجاجة. We see نحن نرى a horse. حصان. تعلمنا. See. وتذكرنا كمان كلمات اخذينا من قبل مثل I يعني أنا. You يعني أنت أو أنت. We يعني نحن. وما تنسوا حرفنا لليوم كان the letter H and we pronounce it H. نلفظه H وإله شكلين. capital H straight line straight line وجسر. وسمول H straight line وجبل صغير. the letter H and we pronounce it H. تمرنوا عليه منيح وما تنسوا. hat قبعة. hat قبعة. hen دجاجة. hen دجاجة. horse حصان. horse حصان. horn زمور. horn زمور. أصحابي إجا الوقت تنمرح مع بعض. let's have some fun. مثل ما تعودنا رح نلعب لعبة. أنا بقول كلمات words وإنتو إذا سمعتوا the letter H يلي منلبزو ه. إذا سمعتوا ه بالكلمات touch your head. ألمسوا رأسكم. ألمسوا رأسكم. touch your head. حاضرين؟ Are you ready؟ خلينا نبلش. أول كلمة هي اسمعوا منيح. هن. هن. عم تسمعوا ه؟ Yes. Yes. Very good. هن. Touch your head. Very good. تاني كلمة. Book. Book. عم تسمعوا ه؟
No? Yes? No! ما فيها بوك. بوك! ما فيها. Don't touch your head. Don't touch your head. تالت كلمة. Horse. Horse. Yes! Horse. Touch your head. Very good. Excellent. من بعدها. Teacher. Teacher. عم تسمعوها؟ No. Don't touch your head. من بعدها عنا horn. Horn. Yes. عم تسمعوها؟ Horn. Yes. Yes. Excellent. Touch your head. Horn. من بعدها عنا hat. قبعة. Hat. Yes. No. شو رأيكم؟ Yes. Hat. عم تسمعوا لها؟ Hat. Touch your head. Hat. هلا عنا parrot. ببغاء. Parrot. No. ما فيها. No. Don't touch your head. وآخر كلمة. جاهزين؟ Pen. Pen. عم تسمعوها؟ No. No. ما فيها. Don't touch your head. أصدقائي، صرتوا كتير شاطرين. ما تنسوا. حرفنا لليوم هو the letter H. عنا capital H, small H. And we pronounce it H. H. مثل hat. قبعة. وأخذنا three words. يلي هن hat. قبعة. hen. دجاجة. horse. حصان. أخذنا كمان سي يعني أرى. I see. أنا أرى. You see. أنت ترى. We see. نحن نرى. ما تنسون أصدقائي، تمرنوا عليهم منيح. أنا هلأ رح أترككم تسمعوا لأغنية الأحرف الأبجدية باللغة الإنجليزية. Let's listen to the alphabet song. وبشوفكم بالحلقة الجاية. باي. مرحبا يا أصدقائي، أنا شمس بعلمكم مادة الرياضيات أو علم الحساب. ببداية هالحصة حابة أصنع من المعجون كرة صغيرة. سهلة كتير ورح أعملها. تعرفوا كيف منحطها بإيدنا هيك تنعمل شكل الكرة. كتير منيح، صار عندي كرة صغيرة لونها أحمر. وهلأ بعد شوي رح خبركن ليش صنعت هيدا الكرة، بس قبل خلينا مع بعض نتذكر أغنية الأرقام يلي كنا عم نتعلمن بالحصص السابقة، وتذكروها كتير منيح ورددوها بصوت عالي وقوي.
جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم. واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، ستة كلاب تنبح هب هب هب، سبعة دجاجات، ثمانية توزت، وتسعة هم السيسان تويت تويت تويت، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. بدرسنا لليوم يمكن انتم منتظرين نتعلم رقم جديد، بس نحنا ما رح نتعلم رقم، رح نتعلم درس جديد عن الأحجام، حجم الأغراض. الحجم يعني ممكن يكون شيء صغير أو شيء كبير. A small object or a big object. انتبهوا على هالكلمة واحفظوها لأنه رح نستخدمها ورح نتعلم عنها أكثر بدرسنا لليوم. حجم صغير أو كبير. خلينا نشوف مع بعض على اللوح وخليني أشرح لكم أكثر شو المقصود بالأحجام أو small and big. What do we mean when we say small and big؟ مثلاً إذا أنا هلأ بدي أرسم على اللوح مربع، حط نقطة، تتذكروا أربع جوانب، هذا مربع، this is a square. هلأ كمان رح أرسم مربع تاني، بس اطلعوا منيح لتعرفوا شو الفرق. هالمرة النقطة اللي حطيتها أنا هون رح حطها أعلى. وهيدا كمان مربع. ما الفرق بين هذا المربع وهذا المربع؟ مربع صغير، مربع كبير. small square big square. مثلا ممكن ارسم مثلث، رح حط هيدا النقطة، تتذكروا كيف بنعمل المثلث، ثلاث جوانب، ورح ارسم مثلث ثاني كمان رح حط نقطة بس شوي أعلى، ورح انزل منه مثلث صغير، مثلث كبير. small triangle big triangle. انتبهنا؟ الحجم يعني اذا الشيء هو صغير او كبير قديش حجمه. مربع صغير،
مربع كبير، مثلث صغير، مثلث كبير. طيب خليني أرسم قلب، رح أرسم قلب. هيدا قلب، رح أرسم القلب الثاني حده، أحط النقطة أوطى. شفتوا؟ هذا قلب كبير وهذا قلب صغير. A big heart and a small heart. شفنا كيف؟ مثلا إذا بدي أرسم شكل بيضة، طلعوا منيح، رح أرسم شكل بيضاوي أو شكل البيضة من هاي النقطة، بنطلق وبرسم بيضة. هلأ رح أرسم بيضة تانية، بس النقطة رح حطها أعلى، بنطلق منها فأرسم بيضة تانية. هذه بيضة صغيرة، هذه بيضة كبيرة، هاي بيضة صغيرة، هاي بيضة كبيرة. This is a small egg, this is a big egg. فإذا الأشكال والأغراض في إلها أحجام، في أشياء صغيرة وفي أشياء كبيرة. Some objects are small, some other objects are big. طلعوا من حولكم بالغرفة اللي انتم موجودين فيها، ممكن تلاقوا أشياء صغيرة وأشياء كبيرة، أو مثلا ممكن تطلعوا على الحذاء تبعكم أو تبع خيكم الصغير، رح يكون صغير. أما إذا طلعتوا على الحذاء تبع البابا رح يكون كبير، صح؟ ممكن تشوفوا لوحة حائط كبيرة، وكمان ممكن تشوفوا لوحة حائط صغيرة. عظيم، في كتير اشياء من حولنا صغيرة وفي كتير اشياء من حولنا كبيرة. اوعى تنسوا هيدا الشيء، الاحجام كتير مهم انه نحن نعرفها وننتبه لها لما ننظر للاشياء. هيدي الطابلة الصغيرة يلي عملتها ببداية الدرس، شفتوها؟ رح فرجيكن بالمقابل طابة كبيرة، طابة كرة صغيرة، كرة كبيرة. A small ball, a big ball. شفنا الفرق؟ عم نحكي مرة جديدة تذكركن، عم نحكي عن الأحجام الصغيرة والكبيرة. مثلا بما أنه نحن تعلمنا الأرقام من قبل، في عندي رقم 3، رقم كبير، وعندي رقم 3 صغير. شفنا؟ This is a small number, this is a big number. The size is small, the size is big. فإذا نحن عم نحكي عن الأحجام. أو مثلا يلي منكم بحب يلعب ويستعمل الزهر أو حجر النرد، دايس منسميه، في عنا زهر صغير وفي عنا زهر كبير. زهر صغير وزهر كبير. A small dice, a big dice. وهلا أنا وياكم رح نرسم على اللوح وجه هرة. طلعوا منيح، تنرسم وجه لبسينة الهرة لازم نعمل شكل دائري، وبعدين لازم نحط لها عيون، عينتين ودينتين، ومنعمل هيدا الشكل كرمال يصير منخارة، نعمل له
هلأ رح أرسم هرة، هيدي هرة صغيرة، رح أرسم هرة كبيرة. رح كبر الدائرة أكثر، رح أعمل كمان عينتين، رح أعمل عينتين، ورح أعمل هيك. هرة صغيرة، هرة كبيرة، يعني لما الهرة الكبيرة يصير عندها ولاد صغار لإلها، هرر قطط صغار، بيكون وجهن صغير وهي بيكون حجمها أكبر. شفنا كيف الأحجام كتير مهمة ولازم نعرفها لحتى نتذكرها دايما. أنا ألفت غنية صغيرة رح قلكن إياها، وهالغنية بتحكي عن دائرة، بتقول دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، مربع كبير، مربع صغير. الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. اتفقنا؟ دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، مربع كبير، مربع صغير. الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. كمان مرة جربوا قولوا معي هاي الأغنية عن الأحجام. دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، مربع كبير، مربع صغير. الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. خلينا نرجع نسمع هيدي الأغنية هالمرة مع موسيقى ونتذكر الأحجام الصغيرة والكبيرة. وخليني أذكركم شو منسميهم باللغة الإنجليزية. منقول عن الأحجام الصغيرة small، والأحجام الكبيرة big. small big. اوعى تنسوا هيدا الشيء، واوعى تنسوا كمان هيدي الأغنية اللي تعلمناها، احفظوها كتير منيح وتذكروا الأحجام، لأنه كمان بالحصص اللي جاي رح نتعلم عنها أشياء أكثر. دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، مربع كبير، مربع صغير. الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. دائرة كبيرة، دائرة صغيرة، مربع كبير، مربع صغير. الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. هل هذا كبير أم صغير؟ صغير، صحيح. هل هذا كبير أم صغير؟ صغير، صحيح. هل هذا كبير أم صغير؟ كبير، صحيح. هل هذا كبير أم صغير؟ كبير، صحيح. هل هذا كبير أم صغير؟ صغير، صحيح. هل هذا كبير أم صغير؟ صغير، صحيح. مثل
مثل ما تعودنا بآخر كل درس نعمل مع بعض أشغال يدوية بسيطة حتى يترسخ الدرس اللي تعلمناه بعقولنا وما ننسيه أبداً. بما أنه تعلمنا عن الأحجام، اليوم أنا وياكم رح نعمل شي صغير نستخدم فيه الأحجام صغيرة والكبيرة. وبالبداية بما أنه نحن رح نستخدم الدوائر، رح أرجع أذكركم كيف ممكن نرسم دائرة ونستخدم البيكار. أكيد تذكروا أنه لازم نحط نقطة بنص الورقة في وسط الورقة يلي نحن بدنا نرسم عليها تنعمل الدائرة The circle. وبحط الطرف يلي ما بيكتب من البيكار على هيدا النقطة وبثبتها كتير منيح حتى ما تعود تزيح. وببلش ارسم دائرة بالبيكار. بصير عندي هيدا الدائرة على الكرتون الصفرة، وهلأ بدي قصة. بس هون بدي أذكركم مرة جديدة إنه ننتبه نحن ومسكين المقص، أو بتعرفوا خلينا نطلب من حدا أكبر منا يساعدنا ويقص فيه، لأنه ممكن إنه يأذينا ويجرح لنا إيدنا، أو حتى نحن وحاملينه إذا حركنا إيدنا بطريقة معينة ممكن نأذي الأشخاص اللي من حولنا. فخلينا نطلب من حدا بالمقص يقص لنا هيدي الدائرة. من بعد ما قصها بصير عندي الدائرة يلي أنا بدي إياها. هيدي دائرة كبيرة، أنا بحاجة أعمل الأشغال اليدوية اللي بدي إياها اليوم بحاجة لدائرة صغيرة. كرمال هيك حضرت أنا دائرة كبيرة ودائرة صغيرة من نفس اللون لحتى استخدمهم مع بعض. وأنا هلأ معكم بدي أعمل طاووس. تعرفوا الطائر الطاووس اللي دنبه كتير حلو ومزين وملون؟ هيدا رح يكون راسه، الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة رح تكون جسمه. تعرفوا شو تذكرت أنا وعم بعملهم؟ تذكرت الأغنية، هيدا نرجع نعيدها مع بعض. تذكرتوها اللي بتقول دائرة كبيرة دائرة صغيرة؟ خلينا نرجع نجرب نقولها سوا. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. انتبهتوا؟ هلو 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 صوتكم، يلا جربوا قولوها معي. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. وهلأ لما استعملت الدائرة الصغيرة تتكون راسه للطاووس، والدائرة الكبيرة تتكون جسمه، وتحتى يبين وجهه للطاووس عندي رح ارسم له أكيد عيون والمنقود تبعه. وكمان مثل ما قلت لكم انا سميته منقود، هو المنقار. نحن بنسميه هون بلغتنا منقود، كل بلد بسميه شيء، بس هو منقار الطاووس يعني تمه بنسميه المنقار. وانا رسمته هو على شكل مثلث مقلوب، مثلث يعني هلا بتشوفوا كيف. العيون والمنقار. ولحتى يصير طاووس حلو مثل ما بنعرف الطاووس عنده ذيل، دنب حلو كتير وملون. انا عندي ورقة
رح استعملها حتى اعمل الذيل. رح جيب هيدي الورقة ورح صير اطويها بهذا الشكل. شوفوا كيف اول مرة رح اطويها لهيدي الجهة شوي، بعدين رح ارجع اطويها برمها هيك واطويها لتاني جهة شوي. كل مرة هيك بدي اعمل، مرة لهون مرة لهون، برجع بخدها على الجهة التانية كمان بطوي. بدي اطوي كتير طويل لحتى بالاخر اقدر استخدمه وحطه كذيل للطاووس. شفتوا كيف عم بتصير الورقة صغيرة لانه كلهم عم ينطوى، كل الورقة عم تنطوى، يعني كل وحدة عم نطويها فوق التانية. من بعد ما نخلص بصير عنا هيدا الشكل يلي رح نطويه من تحت، ومنجيب الطاووس ومنحط الطاووس منلزقه بهيدا الشكل قدام الذيل يلي عملناه تيصير عنا شكل الطاووس. بنكون استخدمنا بهيدا الطريقة دائرة صغيرة دائرة كبيرة. تبهنا كيف حتى الأشكال يلي بدنا نستعملها بالأشغال اليدوية ممكن تكون صغيرة ممكن تكون كبيرة. I used to make this peacock a small circle and a big circle. وانتو كمان فيكن تعملوا مثله وتستعملوا الوراق الملونة حتى تزينوا. وهلأ رح فرجيكن طاووس تاني انا حضرته من لون مختلف عن هيدا اللي شفتوه، لونه كتير حلو. انتو كمان فيكن تختاروا الالوان يلي انتو بتحبوها حتى تعملوا الطاووس، لانه الطاووس معروف انه الذيل تبعوله فيه ألوان مختلفة. أكيد يمكن ما يكون هيدا اللون بس الطاووس معروف إنه هو ملون وحلو كتير، وإنتو فيكن تتفننوا كمان بألوانه لما تعملوه. بدي أرجع أذكركن أنا عملت هيدا الطاووس من دائرة كبيرة ودائرة صغيرة. I made this peacock using a big circle and a small circle. ما تنسوا الأحجام، كل شكل ممكن يكون عنده حجم صغير أو ممكن يكون عنده حجم كبير. تذكروا هيدا الدرس دايما. وهلأ أنا وياكن رح نرجع نسمع الأغنية اللي تعلمناها اليوم عن الأحجام، ومن بعدها أنا بكون رح ودعكن حتى أرجع ألتقي فيكم بحصة جديدة بكرة. انطروني لأنه رح نتعلم درس جديد. باي. كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام متعددة. دائرة كبيرة دائرة صغيرة، مربع كبير مربع صغير، الأشكال لها أحجام متنوعة، الأغراض لها أحجام.